اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم عمر به بيوتنا اللهم عمر بالقرآن بيوتنا اللهم عمر بالقرآن بيوتنا اللهم حفظه أولادنا وأصلح به أحوالنا واجعله قائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا اللهم بارك لنا في رمضان وفي نهار رمضان وفي ليل رمضان اللهم اجعلنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما وبارك في إخواننا وأخواتنا واجعلنا وإياهم خير سفراء للإسلام في هذه البلاد اللهم تقبل صدقاتهم اللهم تقبل صدقاتهم وبارك لهم في أموالهم اللهم تقبل صدقاتهم وبارك لهم في أموالهم واجعلها موجبة لهم الجنة وحجابا لهم من النار اللهم بارك في هذا المسجد يا رب العالمين وفي رواده ومسؤوليه ومشايخه واجمع كلمتهم على الحق وانفع بهم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.